بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبتي قراءة متواصلة لكتاب لطائف المعارف لما في مواسم العام من الوظائف للشيخ العلامة الفقيه المجتهد ابن رجب الحنبلي، وهذا ثالث يوم أو ثالث مجلس نقلد فيه عناوين الشيخ، فإنه يعنون لمسائله لا بالكتاب ولا بالفصول، ولكن يقول المجلس الأول والمجلس الثاني والثالث وهكذا. وكنا قد شرعنا بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه في ذكر ما يتعلق بوظائف رمضان، وذكرنا المجلس الأول ثم المجلس الثاني بالأمس، ثم نقف اليوم إن شاء الله تعالى على المجلس الثالث. ولا بأس أن نذكر ونقول أن المصنف سمى هذه بالمجالس ولم يسمها بالكتب والفصول كما يسميها أهل الفقه في ترتيب عناوينها. إذا رتبوا كتبهم ومصنفاتهم يقولون كتاب كذا فصل كذا، لكن الشيخ آثر يقول وظيفة شهر رمضان، وظيفة شهر شوال، وظيفة، ثم يذكر المجالس. وذلك لأن الكتاب الذي نحن بصدده هو كتاب في الزهد والرقائق وفضائل الأعمال، لا في الفقه بالمعنى المصطلح. والزهد والرقائق حقها أن تكون في مجالس كمجالس الذكر، كمجلسنا هذا، أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس ذكر. وهذا المجلس الثالث عنون له المؤلف، فقال المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان. وقد أفدت كثيرا من هذا المجلس حين قراءته، وذلك لأن فيه تنبيه المعروف والمشهور، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، أن أفضل أيام شهر رمضان هي العشر الأواخر، وقد وردت بها السنة. لكن العشر الأوسط قد وردت فيها آثار عن الصحابة، لكن قلة من الناس من يتنبه لها. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يحيون بعض ليالي العشر الأوسط، ويعتقدون أن ليلة القدر فيها، وإن كان كما أسلفنا أن الصواب أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، لكن هذه الأقوال هي أقوال معتبرة لبعض أسلافنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. والغالب أن مثل هذه الأقوال إذا جاءت عن الصحابة أو التابعين أو من أهل العلم، فإنه لا بد وأن يكون ثمة توقيف وقف عليه. فلذلك ناسب أن يأتي المصنف في هذا الموضع أو في هذا المجلس فيذكر بفضل العشر الأوسط، لا سيما بعض لياليه. لذلك عقد المصنف، وليقرأ لنا الشيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي، المعروف بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 95 من الهجرة النبوية، في مصنفه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف في وظائف شهر رمضان المعظم، المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة 21
وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر، وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم. قف لهنا. إذن هذا الحديث في الصحيحين وحسبك به، بمعنى أن البخاري ومسلم قد روياه واتفقا على إخراجه، ويبين أنه تكرر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأوسط، وهذا اجتهاده صلى الله عليه وسلم. ولولا أنه قد علم فضل هذه الأيام، لا سيما الأيام الأخر الأخيرة من شهر رمضان، لأن إذا قلنا الأيام الأخيرة من رمضان يبدأ بعد الوسط، يعني معنى 15 16 17 18، هذه الأيام الأخيرة من رمضان. فلذلك كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكف فيها. فيقول الشارح: هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر، فكان اجتهاده بادئ ذي بدء، اجتهاده صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر كانت في العشر الأوسط من شهر رمضان، ثم جاء الوحي من الله عز وجل فأخبره بأن ليلة القدر إنما تكون في العشر الأواخر. ولذلك يقول المؤلف: وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه، بمعنى أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط كان لعدة مرات. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: إني أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر، ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل، كما رواه عنه عائشة وأبو هريرة وغيرهما. نعم. وجاء الوحي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، لكن احنا نقول في هذا المقام أنه صلى الله عليه وسلم تكرر منه الاعتكاف في العشر الأوسط، واجتهاده صلى الله عليه وسلم كأنه اجتهاده صلى الله عليه وسلم على أن ليلة القدر كان في العشر الأوسط من شهر رمضان، ولولا القرائن والدلائل التي دلت على ذلك لما بلغ اجتهاده صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون ليلة القدر في العشر الأوسط من رمضان. نعم. قال رحمه الله: وروي أن عمر رضي الله عنه جمع جماعة من الصحابة فسألهم عن ليلة القدر، فقال بعضهم: كنا نراها في العشر الأوسط، ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. وسيأتي الحديث بتمامه في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وخرج ابن أبي عاصم في كتاب الصيام وغيره من حديث خالد بن محدوج عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في أول ليلة، أو في تسع، أو في أربع عشر، أو في أربع عشرة. وخالد هذا ضعيف، بمعنى ضعف الحديث، وهذه عادته رحمه الله تعالى،
يعني وكأنه ليس له شواهد أو نحوية، فلذلك قال وخالد أي راوي هذا الحديث فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله: وهذا يدل على أنها تطلب في ليلتين من العشر الأول، وفي ليلة من العشر الأوسط، وهي 14. وقد سبق من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: إن الإنجيل أنزل 13 من رمضان. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان، وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، وهما ليلتان: ليلة سبع عشرة وليلة 19. أما الأول فخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. الأول أي يعني ليلة 17، يعني لما يعني استدل على أن ليلة القدر هي ليلة 17 فأورد هذا الحديث، قال أما الأول بمعنى يعني ما ورد في ليلة 17 من شهر رمضان. نعم. أما الأول فخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: رأيتها ونسيتها، فتحراها في النصف الأواخر. ثم عاد فسأله فقال: التمسها في ليلة 23 تمضي من الشهر. ولهذا المعنى والله أعلم كان أبي بن كعب يقنت في الوتر في ليالي النصف في لوالي ولهذا المعنى والله أعلم كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقنت في الوتر في ليالي النصف الأواخر، لأنه يرجى فيه ليلة القدر. وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، كيوم عرفة ويوم الجمعة. وكذلك الليل والنهار عموما آخره أفضل من أوله، ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه وآثار السلف الكثيرة تدل عليه. وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم آخرهما أفضل من أولهما. بارك الله فيك. إذن قال: قد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان. وننبه نقول النصف الأواخر، إذا قلنا رمضان 30 يوم يكون النصف الأواخر منه ما بعد 14 يوم، 15 16 17 إلى آخر الشهر، هذا النصف الأخير، هذا هو النصف الأخير من رمضان. فلذلك ورد عن بعض السلف أن ليلة القدر يتحراها المؤمن ما بعد النصف الأخير من شهر رمضان، أي يبدأ من ليلة 15 من رمضان. قال: ويتأكد ذلك في إفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، أي بمعنى الليالي الوتر، يعني ليلة 15 ليلة 17 من رمضان. قال: وفي إفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، وهما ليلتان: ليلة 17 وليلة 19، بمعنى يتحراها. ثم أورد الحديث عن الذي خرجه الطبراني، ثم دعم ذلك أو استنبط المؤلف بنقول من السلف، فقال: ولهذا المعنى روي أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يتحرى القنوت في الوتر في ليالي النصف الآخر من شهر رمضان، بمعنى كان يقنت في ليلة 17 من شهر رمضان، وفي ليلة 19 من شهر رمضان. قال: كان يتحرى لأنه يرجى في هذه الليالي ليلة القدر. ثم أورد قاعدة طيبة نفيسة قال فيها، هذه قاعدة في فضائل الأعمال، تنبه لها واحفظها فإنها نفيسة تشد لها الرحال. قال: كل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله،
كل الأيام الفاضلة التي دل عليها الكتاب والسنة، أو الشهور الفاضلة أو الأيام الفاضلة، فإن آخر هذا اليوم أو آخر هذه الأيام أو آخر هذا الشهر هو أفضل من أوله. قال: فإن آخره أفضل من أوله، كيوم عرفة، فإن آخر اليوم أفضل من أوله، ويوم الجمعة فإن آخره أفضل من أوله. لذلك من رجح أن ساعة الاستجابة في يوم الجمعة هي ما بعد العصر استدل بهذه القاعدة. قال: احنا تتبعنا مواضع الشريعة في فضائل الأعمال فوجدنا أن كل الأيام والأزمان والشهور التي فضلها الله تعالى عليها إنما يكون آخرها أفضل من أولها. فإذا كان الأمر كذلك، لا بد وأن تكون ساعة الاستجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أن تكون في آخر النهار، أي ما بعد العصر. قال: وكذلك الليل والنهار عموما آخره أفضل من أوله، كذلك الليل قيام الليل، فإن قيام آخر الليل أفضل من قيام أوله. ولذلك قال المؤلف: ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، واختلفوا اختلافا كبيرا في أي ما هي الصلاة الوسطى، وأصح الأقوال أنها إما الفجر وإما العصر، لكن من رجح أنها العصر، وهذا كلام المؤلف فيما يظهر، استدل أيضا بهذه القاعدة. قالوا: القاعدة احنا تتبعنا مواضع الشريعة وفضائل الأعمال، وجدنا أن آخر الأزمان آخر الزمن في الأيام والشهور هي أفضلها، فإذا كان الأمر كذلك ثم جاء التنصيص على الصلاة الوسطى فلا بد وأن تكون الصلاة التي تكون في آخر النهار وهي صلاة العصر. قال: وآثار السلف الكثيرة تدل عليه، وكذلك عشر ذي الحجة، فإن أفضل أيامه هي الأيام الأخيرة، يوم عرفة هو أفضل الأيام وأفضل القرب، ما يتقرب به العبد إلى ربه هو صوم هذا اليوم. والمحرم كذلك العشر الأول من شهر محرم، فإن تاسعاء وعاشوراء هي أفضل الأيام، وهي التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. تنبه إلى هذا الأصل وإلى هذه القاعدة، لأنه التسبيح يحرص كثير من الناس وهم على خير عظيم، يحرص كثير من الناس على أن تكون الأوراد والأذكار ما بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وقلنا أن هذا خير عظيم، لكنهم لا يتنبهون إلى فضل الذكر ما بعد العصر إلى غروب الشمس، فإن هذا الوقت أفضل من الوقت الأول. فلذلك يتحرى المؤمن أن تكون الأذكار، أو أن يتحرى المؤمن كذلك أن يجعل وردا وذكرا يضعهما أو يجعلهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم. قال رحمه الله: وأما الثاني. أما الثاني هذا بمعنى ما ورد أنها ليلة 19. الأول ذكر ما ورد في أنها ليلة سبعة عشرة من رمضان، والآن والثاني أي ليلة 19. نعم. وأما الثاني ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: اطلبوها ليلة 17 من رمضان، وليلة 21، وليلة 23، ثم سكت. وفي رواية: ليلة 19. وقيل إن الصحيح وقفه على ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال: تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحة بدر أو 21،
وفي رواية عنه قال ليلة 17 فإن لم تكن ففي 19. وخرج الطبراني من رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال التمسوا ليلة القدر في 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. ففي هذا الحديث التماسها في أفراد النصف الثاني كلها. ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة 19 من رمضان شد المئزر وهجر الفراش حتى يفطر. قال البخاري تفرد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه. إذن الدليل الثاني أو الأدلة التي وردت على أنها ليلة 19 قال ما ورد في سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعا، إذا قيل مرفوع بمعنى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان، أي ليلة القدر، وليلة 21 وليلة 23، ثم سكت. وفي رواية ليلة 19. ثم قال المؤلف وقيل إن الصحيح وقفه على ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحية بدر، أي وقع وغزوة بدر، أو 21. لذلك كم أطمئن حين نقرأ يعني مثل هذه التعليقات من الشيخ في هذه المواضع. إذا جاء الحديث نبه، قال هذا الحديث فيه ضعف، وإذا ورد أحاديث ربما ساقها أو ذكر المحقق الكتاب أنها ضعيف ولم يشر لها الشيخ يعني ابن رجب، فالغالب أنها قد صحت عنده بطرق أخرى تكون ضعيفة، لكن يكون هذا سنده ضعيف، لكن يكون الحديث قد صح بشواهده أو بطرقه. لذلك دائما ما نقول أهل الحديث، وهذه نسوقها لبعض طلاب العلم الذين يفتئتون وربما يغمزون وربما يلمزون من مقام هؤلاء الأئمة، لا سيما لمن عرف تحريه وحرصه وشدة حرصه على إيراد الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما غمز ولمز ويقول في هذا الكتاب كله أحاديث ضعيفة بناء على ما قرأه أو على ما راجعه يعني بأسانيد هذا الكتاب. نقول الشيخ دائما ما ينبه إذا جاء الحديث الضعيف ثم ربما بين وقال والموقوف أصح، بمعنى أن هذا الحديث هو من قول ابن مسعود، الأصوب والصواب أنه من قول ابن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه عادته في مواضع، معنى ذلك أنه إذا سكت، إذا ذكر الحديث وكان ضعيفا، معناه أنه قد صح عنده بشواهده أو بطرقه، لا بد أن يكون الأمر كذلك. فلذلك يعني نبهنا على هذه. فالشاهد ها هنا أن ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يتحرى ليلة القدر في هذه الأيام، أي في ليلة 17 وفي ليلة 19، وعلل ذلك بأن ليلة 17 هي الليلة التي وقعت فيها غزوة بدر، والتي سماها الله تعالى بيوم الفرقان، فلذلك يتحرى فيها ابن مسعود وطائفة من السلف، كما ورد قبل قليل عن بعض السلف وعن بعض الصحابة أنهم يتحرون، ربما عللوا ذلك بأن هذا اليوم سماه الله تعالى بيوم الفرقان، وغزوة بدر التي فرق الله تعالى فيها بين الحق والباطل، فلذلك تلتمس فيها ليلة القدر في هذا اليوم. نعم. وقد روي، قال رحمه الله تعالى، وقد روي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم أنها تطلب ليلة 17، وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر،
روي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعمر بن حريث رضي الله عنهم، ومنهم من روي عنه أنه ومنهم من روي عنه أنها ليلة 19، روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرة، وكانت ليلة جمعة، وروي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهما. وعن ابن عباس رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين. وكان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة سبع عشرة، ويقول إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا القول، وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة سبع عشرة. قال في رواية أبي داود: في من قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر، قال: يعتزلها إذا دخل العشر قبل العشر، يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشر. أهل المدينة يرونها في السبع عشرة، إلا أن المثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وهذه أيضا فائدة فقهية لطيفة ذكرها في هذا الموضوع، هذه عادته رحمه الله تعالى. الكتاب إن كان كتابا في الرقائق وفضائل الأعمال، إلا أن نزعة الشيخ الفقهية وكذلك أصولية أحيانا يورد بعض القواعد الأصولية في بعض المواضع، لكن هذه نقول عن بعض السلف. إحنا إذا ذكرنا هذا بارك الله فيكم، لا بمعنى أن المرأة يجتهد في هذه الأيام ويترك العشر الأواخر، لا، نقول الصحيح الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم وعن كثير من السلف أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، هذا الذي صح وهي الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا وردت نقول عن السلف ما ينبغي للمؤمن أن يهملها، بل يجعلها في حسبانه، فيكون اجتهاده أيضا ما بقى في النصف الأخير من شهر رمضان، أي بمعنى ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة، ربما كان الصواب في هذه الأقوال. وأقل أحوالها إن كان هذا القول مرجوحا، بمعنى أن ليلة القدر لا تكون في هذه الأيام، أقل أحوالك أنك تكون قد اقتديت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهادهم. إحنا نقلد أبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى، فمن باب أولى أن نقلد هؤلاء الأسلاف من الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين بلغ اجتهادهم، قالوا إن ليلة القدر ربما كانت في ليلة سبع عشرة أو ليلة تسع عشرة، لكن كل الاجتهاد إنما يكون في العشر الأواخر. لذلك قال المؤلف وحكي أو ذكر هذه، يعني نقل الإمام أحمد عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة سبع عشرة، ثم فرع عنها يعني مسألة فقهية، فلو قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر متى تطلق؟ يعني بناء على هذين القولين عند الإمام أحمد أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، فإذا دخل اليوم الأول من العشر الأواخر اعتزلها، خلاص تكون قد طلع. لكن بناء على قول أهل المدينة الذين يقولون أن ليلة القدر تلتمس في ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة، قال أهل المدينة يرونها في السبع عشرة، فلذلك يعتزل امرأته إذا دخل ليلة سبع عشرة، خلاص يعتزله، لأن ليلة القدر بناء على قول أهل المدينة أنه يحتمل أن تكون في ليلة سبع عشرة. هذه فائدة فقهية ذكرها المؤلف في هذا المقام. ثم قال وحكي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل، وهذا تابعي، كان يواصل ليلة سبع عشرة، وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتمرون،
وهذا بناء على ما يسمى عند أهل الأصول بعمل أهل المدينة أو بعمل أهل مكة. عمل أهل المدينة معروف عند المالكية لأن أكثر الصحابة بقي في المدينة، فلذلك هو حجة عند الإمام مالك عمل أهل المدينة. وكذلك ربما قال بعض الأصوليين بعمل أهل مكة، قالوا أيضا مكة حتى بعد أن فتحت هاجر إليها كبار الصحابة لا سيما ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فنشر علمه في ذلك الموضع واتبعه كثير، فلذلك يسمى بعمل أهل مكة. فنقل عن أهل مكة أنهم كانوا في ليلة 17 لا ينامون فيها ويعتمرون، بمعنى يقصدون العمرة. نعم. قال رحمه الله: وحكي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة 17، وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله جميعا أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة، وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة. وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: ليلة القدر ليلة 17 ليلة جمعة، خرجه ابن أبي شيبة. وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة لتوافق ليلة بدر. وهذا فقه رحمهم الله تعالى. طبعا المسألة الأولى ما ما نقل عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة أن ليلة القدر هي في النصف الأواخر من رمضان، أي بعد خمس عشرة من رمضان يبدأ تحري ليلة القدر. وأنا والله ما راجعتها، لكن لطلاب العلم الذين يبحثون وينقبون إذا وقفوا على هذا القول وعلى هذا النقل في كتب الحنفية فلعلهم يبلغوني إياه، فإني أعتني بهذا. على كل أقل أحواله أن يكون هذا قولا في مذهب أبي حنيفة، أن بمعنى هو قول معتبر عند الحنفية أن ليلة القدر تتحرى في النصف الأخير من رمضان، أي بمعنى ما بعد 15، بعد 15 يبدأ تحري ليلة القدر. فإذا وقف أحدكم على نقل فليبلغني إياه. ثم نقل عن عبد الرحمن الحارث أن ليلة القدر إذا وافقت، أن ليلة 17 إذا وافقت ليلة جمعة فإنه يتحرى فيها ليلة القدر. لما؟ قال: لأن وقعة بدر كانت ليلة 17 وكانت يوم جمعة، فإذا كان الأمر كذلك فإذا وافق ليلة 17 يوم ليلة جمعة فإنه يتحرى فيها ليلة القدر، بناء على هذا القول الذي نقل عن بعض التابعين. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد جيد عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: قال إن غلاما لعثمان بن أبي العاص قال له: يا سيدي، إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلة القدر. قال: فإذا كانت تلك الليلة فأعلمني. قال: فلما كانت تلك الليلة آذنه فنظروا فوجدوه عذبا، فإذا هي ليلة 17. وهذا ليس ببعيد، هذه ربما كانت، لكن يقال في هذا الموضوع ربما كان كرامة لهؤلاء دون غيرهم. فإن أبا الشيخ أبا الأصبهاني قال: روى بإسناد حسن إلى الحسن البصري وهو من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى، إن غلاما لعثمان بن أبي العاص قال له: يا سيدي، إن البحر يعذب، يصير عذبا، أي ماؤه يشرب. والصواب ما قرأه الآن تبين أن الصواب ما قرأه الشيخ أسامة، قال: في ليلة، أي هكذا، لكن الخطأ أظنها في نسخة ليلة القدر، لا ما ينبغي أن يقال لأنه يتبين بعد ذلك أنه قال في ليلة، لكن ما يعرف. فقال له: فإذا كانت تلك الليلة فأعلمني، إذا عذب البحر أعلمني بها.
قال فلما كانت تلك الليلة آذنه، قال تعال شوف ترى البحر يعني الآن نشر منه ماءه عذب، فوجدوه عذبا، فإذا هي ليلة 17. وقلنا أن هذه ربما كانت كرامة لهؤلاء دون غيرهم، كرامة لهؤلاء دون غيرهم. ومن المعروف أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء والصالحين، فهذه ربما كانت كرامة لهؤلاء الناس حين علم الله تعالى فيهم صلاحهم واستقامتهم وديانتهم وقربهم من الله عز وجل وتحريهم لليلة القدر، فإنه جعل البحر عذبا لهم في هذه الليلة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك، لأنه كما أسلفنا أننا نختار يعني مواضع من هذه المجالس لطول هذه المجالس، لأن الوقت ساعة أو ساعتين لا يكفينا لقراءته، لكن ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بغزوة بدر وكيد الشيطان يعني في تلك الغزوة للمؤمنين، وهي يعني ليس لها صلة مباشرة يعني بهذه المسألة التي نحن بصددها أو بمسألة تحري ليلة القدر، لكنه استطراد من المؤلف حتى يجد مدخلا ليبين أن من فضائل هذا الشهر الكريم شهر رمضان أن الله عز وجل يغل بمعنى يربط فيه الشياطين. ذكر غزوة بدر وذكر كيد إبليس في هذه الغزوة وكيف يعني غر المشركين في هذه الغزوة، فناسب حينئذ لما ذكر الشيطان وإبليس أن يذكر أن من فضائل هذا الشهر الكريم أن الله تعالى يغل فيه الشياطين. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيغل فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون عليه في غيره من تسوير الذنوب، ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في هذه الأمة لذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ولمسلم فتحت أبواب الرحمة. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجنة، وللترمذي وابن ماجة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وفي رواية للنسائي وتغل فيه مردة الشياطين. وللإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطه أمة قبلهم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل
إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. بارك الله فيك. وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل يسلسل الشياطين في هذا الشهر، في شهر رمضان. لذلك يقول المؤلف: وفي شهر رمضان يلطف الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيغل فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل الذنوب. ثم قال: ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان. وهذا أمر مشاهد، أليس كذلك؟ سبحان الله العظيم. في شهر رمضان أصحاب الفجور وأصحاب الفسق وأصحاب المجون تجدهم يرتدعون ويمتدعون ويمتنعون عما كانوا عليه. وهذا مصداق لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يغل فيه الشياطين فتقل وسوستهم ويقل أذاهم في حق البشر. لذلك هذا الشهر الكريم كم تفضل على كثير من الناس بالصلاح والاستقامة والتقوى، بمعنى يدخل عليه شهر رمضان ربما حتى صلاته، صلاة الفريضة، لا يداوم عليها ولا يعرفها. فإذا التزم بالصلاة والتزم بالجماعة والتزم بقراءة القرآن، ما يأتي آخر الشهر إلا وقد وفقه الله تعالى، فيتمسك يعني يتمسك بهذه الفرائض ويتمسك بهذه السنة ما بقي من عمره. ولا شك أن ثمة أيضا خاسرين، بمعنى أنه يدخل ليس له من رمضان إلا الجوع والعطش والتعب، يدخل رمضان ويخرج. ونحن لا ننكر عليه، بمعنى نقول بالعكس، يعني نشجعه، نقول بارك الله فيك وزادك الله توفيقا وسدادا، وإياك أن تكون ممن ينفر. يقول لك: يا أخي أنت ما تصلي إلا في رمضان، إياك، خلي، إذا جاء يصلي في رمضان هذا خير عظيم. بعضهم ربما نفر، يقول لك: يا أخي أنت ما تعرف ربك إلا في رمضان. هب أنه لا يعرف ربه في إلا في رمضان، أتريده أن لا يعرف ربه في العام كله؟ طيب إذا عرف ربه في رمضان هذا خير عظيم. وربما كان معرفته لربه في هذا رمضان ثم نسيانه له يعني بقية الشهور ثم رمضان، لعله يأتي رمضان فيقر الإيمان في قلبه فيكون سببا لهدايته. لذلك بعضهم ووقفنا عليهم ربما لام وربما غمز وربما ذم، يقول: يا أخي هؤلاء ما يعرفون وما يدخل المسجد إلا في شهر رمضان. على العكس، رحب به وشجعه وقل له: زادك الله حرصا وزادك الله إيمانا، أي ادعو له، فهذا خير، هذه علامة على إيمان في قلبه. كل صاحب فجور أو فسق أو مجون إذا رأيته قد التزم في رمضان فهذه علامة على إيمان في قلبه، جذوة الإيمان ما زالت في قلبه. ودور الناصحين ودور الدعاة ودور طلاب العلم أن يوقدوا هذه الجذوة التي في قلبه، مو يطفئوها بالتحطيم والتحقير والامتهان، لا، إلا جزاك الله خير، بارك الله فيك، زادك الله توفيقا، زادك الله سدادا، نشوفك إن شاء الله بعد رمضان، وهكذا. وقلنا كثير من الناس إذا دخل رمضان كان على عهد بعيد عن الله عز وجل، لكن سبحان الله مع مواظبته على الصلاة وعلى الجماعة ومكوثه مع الصالحين وقراءة القرآن، ما يمر رمضان إلا وقد حسن حاله واستقام حاله، فتجده بعد ذلك على أحسن ما يكون. فهذا من فضل الله عز وجل، كما ورد في هذه الآثار، في هذه الأحاديث الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا بفضل الله عز وجل، وما نراه هذا أيضا علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نجد مصداق هذه الأحاديث شاهدة بينة في أحوال كثير من الناس. ثم ذكر أيضا ميزة أخرى لشهر رمضان، وبسببها أيضا تغل الشياطين، أن الملائكة ينتشرون أكثر ما ينتشرون في شهر رمضان في لياليه. نعم. قال رحمه الله: وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبطل سلطان الشياطين، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. في الأرض مو في السماء، ها؟ الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، يعني متوزعون في المساجد وفي البيوت. في ذلك المؤمن إذا استشعر هذا ووقر في قلبي هذا اجتهد أكثر، أنه الآن بصحبة هؤلاء الملائكة الذين أنزلهم الله تعالى في ليلة القدر. نعم. وفي صحيح قال رحمه الله، وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. وفي المسند من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ليلة القدر لا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. لا بأس أيضا أن نذكر فائدة، يعني طبعا هذه من علامات ليلة القدر أن شمسها تطلع مستوية ليس لها شعاع. لكن كثير من الناس أصابهم هوس يعني في هذا الموضع، فصاروا يتحرون الشمس أكثر مما يتحرون قيام الليل، يعني يجهز الكاميرات ويجهز كذا ويخرج إلى البراري ويترك صلاة الجماعة ويترك قيام الليل كله حتى يبقى الليالي الأخيرة كلها يعدها بالساعات، وعلى خير إن شاء الله عز وجل، ويريد أن يبين، ومع ذلك قليل من يوفق إليها. فلذلك تجد الأقوال متضاربة، وهذا ربما يعني الكاميرا التي يصور فيها إشعاع قوي فيقول لك شوف انظر وهكذا. فلذلك ما ينبغي للمؤمن، لا ينبغي للمؤمن أن يضيع وقته في تحريها. إذا وقف عليها الحمد لله، وإذا لم يقف عليها فلا معنى لهذا الهوس، لأن أصبح كالهوس. واللي عندهم الآن المواقع التواصل الاجتماعي هذا والإنترنت يعني يجد ذلك، حتى أصبحت ثمة مواقع خاصة فقط ليلة التحري ليلة القدر وهكذا، ويخرج بالكاميرات ويصور، وما ينبغي. وليس هذا من ديدني أو طريقة أسلافنا رحمهم الله تعالى، ما كانوا يفعلون ذلك، يجتهدون الليالي كلها. فإذا وافق أو إذا تحرى يعني خرج وكذا ورأى فلا بأس، أما أن يجعل هذا ديدنه وطريقته وهمه هذا ما ينبغي، وأراه من تضييع الوقت. نعم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع لا شعاع لها. وقال مجاهد في قوله تعالى: سلام هي، قال: سلام أي لا يحدث فيها داء، ولا يستطيع شيطان العمل فيها. وعنه رضي الله عنه أنه قال: ليلة القدر ليلة سالمة لا يحدث فيها داء ولا يرسل فيها شيطان. وعنه رضي الله عنه أنه قال: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها أذى. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في تلك الليلة تصفد مردة الجن وتغل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها، ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب. فلذلك قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. ويروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: لا يستطيع الشيطان أن يصيب فيها أحدا بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيها سحر ساحر. ويروى بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا تسري نجومها ولا تنبح كلابها.
وكل هذا يدل على كف الشياطين وكل هذا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء. بارك الله فيك. إذن هذه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن الصالحين، يعني بفضل هذه الليالي، بفضل ليالي رمضان لا سيما ليلة القدر، وكيف أن الله عز وجل يغل فيها الشياطين. ثم ختم الشيخ كعادته رحمه الله تعالى في كل مجلس أن يختم هذا المجلس بموعظة رائقة عذبة تدخل القلوب، ولعل الشيخ أسامة يختم لنا ما ذكره الشيخ في هذا المجلس. نعم. قال رحمه الله: ابن آدم، لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي، أنت المختار من المخلوقات، ولك أعدت الجنة إن اتقيت فهي أقطان المتقين، والدنيا أقطان إبليس فهو فيها من المنظرين، فهو فيها من المنظرين، فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن أقطاعك ومزاحمة إبليس على أقطاعه، وأن تكون معه غدا في النار من جملة أتباعه؟ إنما طردناه عن السماء لأجلك، حيث تكبر عن السجود لأبيك، وطلبنا قربك لتكون من خاصتنا وحزبنا، فعاديتنا وواليت عدونا. قال الله سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. بدلا رعى الله من نهى وإن كان ما رعى، حفظنا له العهد القديم فضيعا، وصاحبت قوما كنت أنهاك عنهم وحقك ما أبقيت للصلح موضعا. أبشروا يا معشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثأر، وتستخلص العصاة من أسره فيما يبقى، فما يبقى لهم عنده آثار، كانوا أفراخه قد غذاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار، نقضوا معاقل حصونه بمعاول، نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار. خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار. قصموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الانكسار، في كل موسم من مواسم الفضل يحزن. ففي هذا الشهر يدعو بالويل والثبور لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار. غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان، فما بقي له سلطان إلا على الكفار. عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لسلطان التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا ندى ما يصح القلب صحا، فاطردوا عني الصبا والمرحا، هزم العقل جنودا للهوى، فاسدي لا تعجبوا إن صلحا. زجر الحق فؤادي فارعوى، وأفاق القلب مني وصحا، بادر التوبة من قبل الردى، فمناديه ينادينا الوحى. هذا عباد الله شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب فيه نفسه لله وأنصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا، أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف،
وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ تنصف الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. بارك الله فيك وشكر الله لك، وبهذه الموعظة الطيبة المباركة التي تلاها علينا الشيخ أسامة نختم هذا المجلس على أن نستأنف المجلس الرابع والذي يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان غدا إن شاء الله تعالى. حتى يوم غد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.